شكرا سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب المحترمون. تنشكرك سيد النائب على طرح هذا السؤال، وبغيت بداية نأكد أن وزارة النقل واللوجيستيك تتولي اهتمام بالغ لتأهيل وتحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية بلادنا، وبخصوص تأهيل وكهرباء الخط السكاكي اللي تربط بين مدينتي فاس وجدة اللي جا في السؤال ديالكم. بغيت نذكر بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية كان قام باستثمار ما يناهز مليار درهم باش يأهل هذا الخط من تجديد أزياد بتجديد أزياد من 100 كيلومتر من السكة، إعادة تأهيل الأنفاق على طول 5 كيلومترات، حذف 20 ممر مستوي وجهيز 39 ممر بحواجز أوتوماتيكية، وأيضا تحديث محطتي وجدة وبني وكيل. أما بخصوص مشروع الكهرباء اللي جاء في السؤال ديالكم، الدراسات الأولية المخصصة للربط بالشبكة الكهربائية أبانت عن كلفة جد مرتفعة، مليار ونصف ديال الدرهم، الأمر اللي تيستدعي تعبئة موارد مالية إضافية. في هذا الإطار المكتب تينجز حاليا دراسة جديدة حول كهرباء هذا الخط، تأخذ بعين الاعتبار الآثار البيئية لهذا المشروع على أن نجد حلول تمويل مبتكرة في هذا الباب، وشكرا.